احنا النهارده معانا استاذ تامر من احد مصابي طبعا الحرب في غزه، ان شاء الله يعني الامور تبقى اهدى ويعدي بالسلامه. طبعا كان جاله اصابه كبيره، عدى منها على خير الحمد لله، بس الاصابه كانت عملت له تهشم في عظام الجمجمه، كان تقريبا واخده حوالي ربع عظام الجمجمه. وكنا ساعتها هيبقى الموضوع صعب ان احنا نعمل له حاجه بالاسمنت العظمي، ان احنا نشكل مساحه كبيره قوي من عظام الجمجمه، وازاي ده يطبع مع باقي الجزء اللي هو اللي ناقص يعني من عظام الجمجمه. فعملها له بطريقه اللي هو تقنيه ثلاثي الابعاد بالذكاء الاصطناعي يعني، والحمد لله اموره كويسه. هو بعد اسبوعين من العمليه الامور مشيت كويس، هو بقى يقول لنا بقى وضعنا ايه بعد العمليه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بتشكر الدكتور محمد جبر على عن جد على العمليه هذه، عن جد عمليه كثير ناجحه، لان انا تقريبا اتصابت ب 27 اكتوبر، اجيت على مصر لعدد 7 شهور تقريبا، بعدين عملت العمليه. طبعا دورت على كثير دكاتره جراحه مخ واعصاب، تقريبا الدكتور محمد جبر اكثر دكتور يعني انا بحثت عنه لقيته كثير شاطر. طبعا اتفقت معاه ونسقنا معاه ورحنا على المستشفى وعملت العمليه، وتقريبا يعني انا في غرفه العمليه قمت امشي من غرفه العمليه، لانه نص راسي كان ما فيش فيه عظام، كان عندي العظام منخسف ونص راسي ما فيه عظام. وطبعا كان نص راسي طبعا زي ما انتم شايفين كان هابط، في فيديوهات كثيره نص راسي كان يعني نص ما فيش فيه عضل، كان هابط نازل يعني الجلد ملامس للمخ. وطبعا اتفقت انا وياه وشكلنا عظمه على شكل الجمجمه عن طريق ثلاثيه الابعاد، والحمد لله تمت العمليه بنجاح. ويعني سبحان الله يعني ما شاء الله، يعني الدكتور ما بده ولا كلمه، يعني انا في غرفه العمليات قمت امشي والامور طبيعيه كانت وسهله كثير، ويعني عن جد يعني العمليه كثير سهله، ولا فيها وجع ولا فيها اي حاجه. وانا بتشكر الدكتور كثير محمد جبر على العمليه، ويعني عن جد يعني انا ممنون له كثير على هذه العمليه، لانه انسان عن جد كل الشكر والفضل له عن جد والله. ويعني انا بنصح كل الناس يعني اي حدا يعني للامانه يعني بده اي شيء من ناحيه المخ والاعصاب يجي للدكتور، عن جد دكتور للامانه يعني كل الاحترام والشكر والتقدير له. انا بتشكر الدكتور خاصه وبتشكر مصر ام الدنيا عامه، وكل الشكر والتقدير لكم. ربنا يكرمك.